البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. نشارك معكم الغدا ديال اليوم ان شاء الله. كنديروا شويه ديال الزيت، غير شويه الزيت حيتاش الغنمي تيكون فيه الدهون. ندير شويه ديال الزيت هادي وشويه ديال زيت العود. ايوا البصله كتقطعوها عشوائيه حيتاش كلشي هاد المرقه اللي غادي تذوب فيها اللحم غادي تصفى، غادي تصفى باش ندخلو اللحم الفران. غادي نشحر شوية البصلة، شوية نشحر شحال البنات. هنا البهارات اللي عندنا، عندنا ورق الغار اللي كنت عليها ورق سيدنا موسى، عندي التومة إلا عندكم التومة عادية ولا بنات اللي كاين بهيل، وكاين البديانة، وكاين المسمار اللي هو القرنفل، يعني شوية سكنجبير، شوية ديال الخرق الخرقوم البلدي، شوية ديال عادي ديال سمطان المروبية ديال اللحم، وشوية ديال الغزار، وشوية ديال القرفة، وشوية ديال السكنجبير. ايوا كنلحقو الى عندكم البهارات ديال الكبسة ديروها، الى عندكم شي مشكل غير البهارات ديال اللحم. هادي ديال اللحم نحطوها، اللحم اللي عندكم يا بزاف غادي ديرو ديرو. نشحر اللحم مزيان، خلي عطاك تشحر مزيان مع البصلة. خلي اللحم الى خاصكم ليها الماء تزيدو باش ما تحرقش لكم البهارات. فاش تقلى كتقلى البنات اللحم ديالنا، فاش تقلى مزيان ايوا دابا غادي نعمر عليه الماء ونخليه يطيب. والا بغيتو اللحم تكون لكم طريه كتخوي غير معلقه ديال الخل. البنات فاش طاب اللحم ديالنا ها هو، ايوا ديك المرقه اللي طاب فيها كتصفيها وتديري فيها الروز، الروز على حسب العائله اللي عندك في الدار. ودابا غادي ندهن هاد اللحم بالزعفران، الى عندك الزعفران شعره ديري، ما عندك صافي ديري الضامه ديال الزعفران وشويه الزبده وشويه ديال الزيت ودهنيها. انا الملح يلاه درتها، يلاه ملحت الروز واللحم ما درتش ليها الملح حيتاش غادي ندير الزعفران، الزعفران طامه الزعفران فيها الملح. انا غادي ندهن هاد اللحم كلها بالزعفران والزبده وشويه الزيت وندخلو على الفران. غير تحمر ما تخليوهاش حتى تحرق، غير تحمر شويه صافي. كتجيبني من داكشي البنات فاش طاب اللحم طاب كلشي، عرفتي تبارك الله. اش نقول لكم؟ ها شوفوا عرفتي راه المذاق واللحم ما نعاودش لكم كي طاب تبارك الله. ايوا بالصحه والراحه واللي حامله تسمح لينا. ايوا كتزوقوا، اللي بغى يزوق باللوز، اللي بغى يزوق اللي كان، اللي ما عندوش بلاش. ايوا ما تنساوناش تديروا لينا لايك وابوني. ايوا بالصحة والراحة.